تفك السلسلة بالراحة، البنت خدت بالها. سابوا أم الدنيا وراحوا يقلبوا إخواتنا في السعودية وخلوا رقبتنا قد سمسمة، لكن الحكومة السعودية عملت معاهم الواجب والزيادة. يا ترى إيه حكاية الستات المصريات الأربعة اللي كانوا بيسرقوا الناس في السعودية؟ تابعونا للنهاية عشان تعرفوا القصة كاملة. في الأول كده خلينا أقولك إن اللي عملوه الستات الأربعة دول ده حالة استثنائية في وسط ملايين من الستات المصريات اللي معروفين بالجدعنة والشهامة، ومهما كانت ظروفهم على قدهم عمرهم ما يفكروا يمدوا ايديهم على حاجة حد مهما كانت مغرية قد ايه. لكن اللي عملوا الستات المصريات الاربعة دول خلوا شكلنا لا يسر عدو ولا حبيب، وقدروا يثبتوا زي ما في ستات مصرية جدعة في ستات ايدها طويلة. الكارثة انهم كانوا في اطهر مكان في العالم وهو السعودية، وهم هناك قالوا لك بقى الستات السعودية دول اغنية لما نقلبهم ونطلع بمصلحة، وسرقوا فعلا حاجات منهم. المفاجأة بقى انهم مكتفوش بسرقة السعوديات وبس، لأ ده قلبوا كمان ستات من جنسيات مختلفة زي ستات من الكويت كانوا موجودين في السعودية، وما يعرفوش انهم بكده خلوا منظرنا وحش جدا مع الشعب السعودي المعروف عنه كل شهامة وكرم. يجي حد من حضراتكم يسأل طب ازاي كانوا بيسرقوا سعوديات مع ان شوارع السعودية متأمنة كويس جدا؟ بص يا سيدي، على حسب الحكومة السعودية قالت ان الستات دول خبرة في السرقة ومعلمين تقال، فكانوا بيركبوا مثلا عربيات او اتوبيسات عامة زي اللي عندنا هنا في مصر كده، ومن غير ما تحس الستات السعوديات يروحوا مقلبينهم في دهب ماشي، في فلوس ما يضرش او اي حاجة ينفع ينشلوها منهم. الستات المصريات الاربعة دول ربنا كشف عنهم غطاء ستر وفضحهم لحد ما قبضت شرطة المملكة العربية السعودية عليهم. وحسب بيان من وزارة الداخلية السعودية قالت فيه، قبضت شرطة العاصمة المقدسة على 4 وافدات من الجنسية المصرية لامتهانهن السرقة والنشر في المواقع العامة ووسائل النقل، لكن تم استرداد المسروقات وإيقافهن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن وإحالتهن للنيابة العامة من غير ما تقول تفاصيل خاصة بهويتهم وتاريخ دخولهم الأراضي السعودية بالمملكة. الحكومة السعودية صورت الستات الأربعة من ظهرهم ونشرت صورهم على منصات التواصل الاجتماعي، وبقى فضحتهم في السعودية بجلاجل. ده غير كمان شكلنا اللي بقى مش لطيف على الإطلاق بين إخواتنا السعوديين. الغريب بقى إن وزارة الداخلية هنا في مصر ما طلعتش ببيان لحد دلوقتي، ولا اتكلمت عن الموضوع ده، ولا كشفت مين الأشخاص دول وإزاي راحوا السعودية، وده لأن السعودية أحالت الستات الأربعة دول للنيابة العامة هناك، وبكده هيتم محاكمتهم على أراضي المملكة العربية السعودية، وبعد محاكمتهم أكيد هيكون عقابهم المتعارف عليه وهو إقامة الحد على السارق، وهو قطع إيد السارق أو عقوبة السجن من 6 شهور ل5 سنين، وده طبعا بناء على الآثار المترتبة على الجريمة اللي ارتكبها السارقين. فبرأيكم بقى بأي طريقة هيتعاقب بيها الستات الأربعة على سرقتهم لإخواتنا في المملكة العربية السعودية؟ قولولنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تتابعونا عشان يوصلكم كل جديد من أخبار المشاهير.